عسلم عسلم علي تبع العقل ونبذ النقل وخد مخه شوية. تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه عن اللعن وعرفنا انه سنة وواجب في الاسلام. اليوم باش نتكلموا على السب والشتم في الإسلام على حسب القرآن والسنة. زاد نفس الشيء بيه وقت نجيو نعرفوا السب والشتم في المنجد العربي، فهمت؟ ساعة هما السب والشتم معناتها مترادفان معروفين، معناتها كلمتين يشبهوا بعض. تلقاه ان السب والشتم هو تنقيص وسخرية من الطرف الآخر، ما فيهاش قذف صحيح، فهمت؟ وما فيهاش كلام فاحش، لكن هو وصف ينقص من قيمة الآخر، لكن يعتبر أيضا كلام قبيح، فهمت؟ خاطر نجي نرجع للمنجد نلقاو معناتها السب كلام قبيح مستخدم في الذم والتنقيص، فهمت؟ ونعرفوا احنا اللي الاسلام معناتها عنده منهج كامل في مسألة اللعن ومسألة السب والشتم. ولو نرجع يعني للمصادر الإسلامية نلقاو أبواب العلماء يعني نتاع المسلمين تفنوا في هذاك الشيء، فهمت؟ يعني عمري ما شفت في ثقافة من الثقافات العالمية، فهمت، عاملين أبواب على السب والشتم ولا. المهم يا سيدي نبداو بالقرآن. هذا القرآن نجي نشوفوا شنو فيه من السب والشتم. أول حاجة يشتم بها رب محمد معنتها نجم نقوله هو الحمار. نقاو رغم اللي نلقاو ياسر ياسر آيات في القرآن معنتها تعتبر الحمار حاجة باهية، فهمت؟ ياسر اللي معنتها اللي هو من النعام واللي يهزوا عليه دبشهم واللي يحتاجوه واللي معنتها هو نافع. هو شكون خلقوا الحمار؟ مو خلقوا هو، فهمت؟ وفي نفس الوقت نلقاه في آية من آيات، فهمت، يصف اللي العباد اللي صوتهم عالي، فهمت، مثل الحمير، فهمت، كأنه هو صوت الحمار، معناتها جابوا من عنده. كي ما كنت خلقته ما كنت خلقت حاجة خايبة، علاش ما خلقتلوش صوته به؟ يقول لك أنكر الأصوات لصوت الحمير. شنو تسمي الواحد يصنع حاجة باهية معناتها يصنع حاجة خايبة من بعد يلومها على خاطر خايبة، يقولها أنت خايبة. أنا باش يوريك المنطقة بين قوسين الإسلامي اللي ما فيه حتى منطق. سيدي الإسلام يشبه هوني مثلا في الآية هذه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني هنا يصف علماء اليهود بأنهم كالحمير، علاش؟ على خاطر سيادتهم، فهمت، ما حبوش يمنوا بالقرآن اللي جابه محمد، فهمت. هذه معناتها سب واضح ووصف معناتها دنيء من إله يدعي الرحمة ويدعي معناتها المغفرة ويدعي السمو، يصف علماء اليهود بالحمير رغم اللي الحمير هو اللي خلقهم، فهمت، واليهود هو اللي خلقهم، ويجي يشبههم بالحمير. نجيو في آية أخرى نفس الشيء، فهمت، يجي يقول كأنهم حمر مستنفرة في سورة المدثر. هنا يحكي على أصحاب الجحيم اللي رفضوا الإيمان باللي قال لهم محمد اللي فما حياة بعد موت وبالإسلام وكل شيء،
هنا يوصفهم بالحمير الوحشية، مستنفرة هي معناتها حمر، هي الحمير الوحشية مستنفرة هي اللي هاربة. فرت من قسورة. هنا وتنرجع القرآن يقول لك هو نزل بلسان عربي فصيح. يا سيدي فما 20,000 كلمة في القرآن ماهيش عربية، ونرجع معناتها كتاب طه حسين تزوير الشعر الجاهلي وغيرهم من الكتب اللي يوريك فما عدة كلمات غير عربية، سوى فارسية سوى حبشية سوى غيرها، فهمت، موجودة في القرآن، سوى عبرية، فهمت، موجودة في القرآن، وعربوها باش ما يخالفوش الآية اللي تقول معناتها أنه نزل معناتها بلسان عربي فصيح. قسورة هي هو الأسد باللغة الحبشية، كما الشير هو الأسد، هو الأسد باللغة الفارسية. ونعرف أن الأسد في اللغة العربية اسمه أسد واسمه ليث واسمه حيدر، وعنده عدة أسماء، يعني العرب قبل الإسلام كانوا يتفنون في وصف الأسد. وهنا رب محمد، فهمت، استعمل معناتها اسم الأسد باللغة الحبشية، فهمت، ما استعملوش باللغة العربية، فهمت، يعني واضح. هنا يوصف كل ما هو يخالف الإسلام بالحمير، به شعلين هذو ما حمير. شنو بعد يوسف؟ يوسف معناتها اللي يخالفوه بالكلب، رغم اللي معناتها تكلم القرآن في يد المواقع أن الكلب باهي وأصحاب الكهف عندهم كلب والكلب هذاك باش يدخل الجنة وباهي وتحفون، فهمت. ومن بعد يجي، فهمت، يقول معناتها على اللي تبع هواك مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث فذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. يعني معناتها السبب اللي وصفهم كالكلاب، فهمت، ان تتركه يلهث، فهمت، وان تحمل عليه يلهث، على خاطر كذبوا بالإجابة محمد وكذبوا بالقرآن. يعني مجرد التكذيب وصفهم بالكلب، رغم ان الكلب كما الحمار هو خلق، انت خليته يلهث، فهمت، وقت تحمل عليه يلهث وانت تتركه يلهث. هنا يجي وصف يوصف ما يسمى باللي يكذبوا بالايات هذيا اللي موجوده بتاع القران كالكلب. وفي نواحي اخرى يقول لك الكلب باهي للصيد وكذا، الا الكلب الاسود، خاطر عاده عند عربيه قبل كانوا يتشائموا من الكلب الاسود. يا اخي محمد امر معناتها في احاديث بقتل الكلب الاسود، باه هاي حمير كلاب، ما لا اخلاق وما لا مستوى بتاع اله هذا، مانيش فاهم انا. العبد توا عنده مخ، فهمت، شويه هكا شويه مخ، فهمت، يقول كيفاش الاله، فهمت، يسب حاجات هو خلقها اول حاجه، وكيفاش يستعمل السب، شنو هو المستوى هذا، فهمت. نمشي نكتفاش بهذا الشيء. كان عاش محمد يمكن 100 سنة يمكن راهو سب كان أكثر، معناتها غير هو مات قبل ما يكمل، فهمت. صحيح واحد يجي يقول لك لا القرآن فيه آية قرآنية تقول لك لا تسبوا الذين كفروا حتى لا، معناتها ما يسبوش الآلهة نتاعكم، هاي هذه آية مكية، أرجعوا التاريخ، ما تقراوش هكاكا، ما تقراوش وتفهموا هكاكا الدين كما تحبوا أنتوما، أرجعوا للمصادر، من فسر قرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، مش هكاكا، أرجع هذيك الآية فين نزلت، هذا وقت جاء أبا طالب باش يموت، قبل ما يموت، جماعة قريش جمعوا أرواحهم قالوا إحنا توا معناتها خلينا نمشيو نحكيو مع أبا طالب قبل ما يموت، باش من بعد كان نقتلوا محمد، فهمت، ما يقولوش العبيد هاكا قتلوه بعد لا مات ابا طالب اللي كان يحميه. مشاو قالوا له يا سي محمد قل ولد اختك هذايا، فهمت، ولد خوك قل له يكف على سب الهتنا، وهو معناتها طرحه معناتها طرح معقول، فهمت، انت ما تسبناش وانا ما نسبوكش، كل واحد يعبد الهه. يا اخي ابا طالب عجبته الفكره، عيط لمحمد قالوا يا محمد هاو العبيد جابوك معناتها فكره معناتها ديمقراطيه كما نقولوا حريه، انت خليهم الهتهم على روحها يعبدوا فيها، وانت يعبد الالهه نتاعك، كل يحب يتبعك يتبع، كل يحب يتبعهم يتبعهم، يعني كلام معقول. محمد طلع دم الراس، ولا وانا الهي الحق وهما الههم الباطل، ولو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري مانيش متخلي على هذا الشيء، وتعنطس في مخه، فهمت. بعد نزلت هذه الايه
ما تسبوش مع انت الالهه نتاع باش يرتب الجو حتى مازال ضعيف، فهمت؟ تلقى خاف ولا حاجه قال يعملوا لي شي حاجه سياسه يعني. لكن هذا قال علاش ما تسبوش؟ مش على خاطر السب الخايب، معناتها هنا تصريح الهي ان السب تنجم تسب، وهنا يقصد بالالهه مش بالاشخاص، بالالهه نتاعهم، فهمت؟ علاش باش ما يسبوش الالهه نتاعك اللي انت تعتبرها محترمه من الاحترام؟ هذا هو احترام. بعض العلماء يقول لك لا، القران ومحمد وقت يسب يسب حاجه حقيقيه، يعني هو وقت يوصف علماء اليهود بالحمير هما بالفعل حمير. هذا حسب رايكم انتم، وجهه نظركم. حتى انا نجم نجي توا ونقول نفس الشيء، فهمت؟ نقول اللي علماء المسلمين حمير، نجم نقول اللي رب محمد حمار ومش متربي وحيوان وانس، معناتها وإله ما يستحق حتى احترام، نجم نقول هذاك الشيء، وجهة نظري حتى انا نفس الشيء. علاش عليكم ومش علينا؟ انتوما تسمحوا برواحكم باش تسبوا وتنقصوا وتلعنوا، ولازمكم تحطوها هذه معناتها لعان السباب من اسماء الله الحسنى نتاعكم، لازمكم تحطوها، فهمت؟ يعني هذه مسألة واضحة. ما اكتفاش يا سيدي بالحمير العادية والحمير الوحشية والكلاب، هاي بدا قوي في الدوزة، فهمت؟ يحكي على أصحاب جهنم، فهمت؟ يجي معناتها يقول لهم انتم كالأنعام بل أضلوا سبيلا، وذكرها ثلاثة مرات، ثلاثة آيات تصف، فهمت؟ اللي كذبوا محمد والقرآن بالأنعام، وتعرفوا شنو الأنعام في اللغة العربية، فهمت؟ رغم اللي زاد في آيات أخرى يقول لك وجعلنا لكم من الأنعام كذا وكذا، وفيهم منفعة وفيهم حوايجكم تلبسوا وتاكلوا لحمهم وكل شيء، يعني فيهم منفعة، وهو اللي خلقهم زاد. من بعد يقول لك فهمت هم كالأنعام بل أضلوا سبيلا في آية أخرى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. شنو يقصدوني بالهوى؟ بعضهم يفسروها يقول لك شهواته. لا مش شهواته، وإنما وقت تجي تقرا الايه رايت من اتخذ اله هواه فانت تكون عليه وكيلا، ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. يعني هوني محمد يعتبر كل انسان ما يتبعوش هو ويفكر وحده، هنا الهواء معناتها نجم نقولوا معناتها وجهه نظر. يعني انا وقت ناخذ وجهه نظري الخاصه كي تكون مخالفه القران ومخالفه محمد تعتبر هواء بالنسبه لي هو بيان سيور. إذا أنا أنعام كالأنعام بل أضل سبيلا، يعني ما يكتفيش بالأنعام. شوف معناتها الخزي والحقارة في الأسلوب القرآني، فهمت؟ وشي في آية أخرى أن يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات من تجري من تحتها الأنهار، سمح فيها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ملا ملا، يعني الذين كفروا هنا هي كفر السبع. الكفر في اللغة العربية هو من أخفى الحقيقة، يعني يعرف الحقيقة، كفر الشيء يعني أخفاه تحت الأرض، نقول كفر الحبة يعني زرعها، فهمت؟ يعني هي الكفر، كلمة كفر اللي يطلقها المسلم على غير المسلم هي بيدها السبع، فهمت؟ على خاطر يعتبر هو الإسلام هو الحق وغيره باطل، وكل واحد ما يؤمنش بالاسلام يعني هو كافر، يعني يعرف الاسلام حقيقه وما هوش تبع فيه. مانيش فاهم انا هذا، بنا منطق يخمم هذا القرصان البدوي محمد، ما فهمتش معناتها. معناتها شوف معناتها الجبروت، فهمت؟ والجهل معناتها اللي معبي مخه، معناتها انسان معناتها مش حمار برك، حمار وكلب وانعام، ورغم اللي حاشاها من حيوانات هذم خير منه، فهمت؟ من ناحيه يذكر الانعام والمنافع نتاعهم وكل شيء، من بعد يقول لك الانعام ما اكتفاش، هاي خلي يزيد يمشي هو، فهمت؟ من بعد يجي يقول لهم دواب. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، يعني هنا سبتي يزيش يوصفهم بالدواب ويزيش
يقول اللي هم يخبئوا في الحقيقه. فهمت؟ في ايه اخرى معناته ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني شوف مستواه، شوف معناته المستوى. تصور انا نجي نقول، فهمت، ان شر الدواب عند العاقل المتحضر الذين اسلموا، اسلموا يعني سلموا، فهم لا يعقلون. اي مسلم يسمع هذه الايه، ان شر الدواب عند الذين تحضروا الذين اسلموا فهم لا يعقلون، حتى نعبر على حقيقه، وهذه حقيقه بالفعل. على خاطر انا وقت نجي نقول اللي هما، فهمت، كذا وكذا، نجيب الادله. وقت نجي انا نقول محمد مجرم، نجيب الادله، معناتها اللي هو مجرم. وقت نجي نقول المسلم مصدق بهيم، نجيب الادله، حاجه لبهيم، نجيب الادله اللي هو مصدق بهيم خاطر دينه يقول له سلم ما تفكرش. فهمت؟ بينما هما شنو دليلهم؟ هما دليلهم الوحيد على خاطر قال الله او قال محمد. جيت تقول له جيب لي الدليل، يقول لك هاو مكتوب هوني. يعني شوف معناتها المنطق اللي هذا، معناتها معناتها تشبيه، معناتها بتاع القران، معناتها اللي يخالف الاسلام بالحيوانات، فهمت، وهي تعتبر وهذايا في المبدا الاسلامي معناتها وسنه مباركه، واجب واجب انك تقوم به. غير ما نحكيوش اللي يوسف اللي ما يؤمنش بالاسلام مجرم، فهمت، مجرمين، نعرفوا احنا الاجرام، الانسان ارتكب جريمه، يعني يعتبر عدم الايمان بالاسلام جريمه، وظالمين، يعني ظالم، فهمت، انا فين ظلم هذا، واحد انسان ما يؤمنش بالاسلام، فهمت، وكافرين، يعني يعتبرهم يقولوا الاسلام حقيقه، يعرفوا ان الاسلام حق وما يحبوش يتبعوه، فهمت، وبكم وسمي وعمي وغيرها 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 غير مرة. معناتها ساعات انت تقرا في القران كي يجي واحد يخرج من مخه، فهمت، يعني يخرج من مخه، يقول لك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم. تخيلوها انتوما يا عباد، تخيلوا واحد يمشي للطبيب، الطبيب يعرف اللي هو مريض، يزيد يمرضه، من بعد يزيد يقتله، يزيد يعذبه، يعذبه، يقعد يعذب فيه، يعذب فيه، يعذب فيه، يعذب فيه، فيه. شنو تسميوه هذا الطبيب؟ خموا بالمخ نتاعكم شويه. فبلي ياسر يقولوا لي راهو الفيديوهات هذه حكايه فارغه، وراهو المسلمين ما ينفع فيهم شيء. انا نقول لهم لا، بالعكس، لازم نحكي للمسلم حقيقة دينه ويعرف ويخمم مرة جاي، معناتها باش يعرف يكون واضح مع روحه اللي راه هذا هو اسلام. كان ماهوش لعان وماهوش سباب ماهوش مسلم، وراه ينافق والا جاهل ويعتبر في الدرك الاسفل من النار. اذا ما تحشموش يا مسلمين، ما تحشموش يا مسلمين عندما تقولوا لي انتوما لعانه انتوما سبابه. واحد يجي يقول لي لا، كيفاش تقول الكلام هذا؟ هاو حديث محمد سب المسلم فسوق. اي المسلم افهم وافهم وافهم وقد مخاقم شويه، سب المسلم فسوق، فهمت، مش سب الكافر، ومش اللي سبوا محمد وسبوا القران، هذاك سب اللي سبوا محمد وسبوا القران واجب، واجب عليكم، فهمت، لازمك تكون هكاك، لازمك تسب ولازمك تلعن ولازمك كذا، هذاك معناتها امور واضحه، فهمت. فما حديث اخر سب المسلم كالمشرف على الهلاك. المسلم ديما يقول المسلم، ردوا بالكم، راهو لازمكم تنتبهوا. المشكله اللي المسلمين ماهمش قاعدين ينتبهوا، خاطر ماهمش قاعدين يحطوا في بلاصه. انا ما كنتش، انا بيدي وقت كنت مسلم ما كنتش ننتبه لحاجه هذه. انا وقت نشوف سب المسلم فسوق، فهمت، نقول اه الاسلام ما يحبش السب. لكن من بعد وقت خرجت من هذا الدين ومعناتها بديت اخمم في مخي، شوف القرآن كله سب. يعني توا وقت يجي مسلم يجي يقول لك أنت مريض وبرا شوف طبيب، وهذا هو كلام اللي على فمهم ديما، فهمت، كل اللغات، كل اللغات، فهمت، ويقول لك أنت بهيم وأنت كلب وأنت جاهل
وانت اعمى وانت اطرش وانت ما عندكش مخ وانت كذا. يا اخي الاسلام قال لك خمم؟ ما قالكش خمم، ما قالكش خمم الاسلام. قالك حتى وقت تخمم لازمك تخمم بطريقه ان التخمام نتاعك يوافق اللي قاله القران والسنه. كان تفكيرك يخالف القران والسنه ما عادش يولي تخمام. ممنوع في الاسلام لازمك مخك ما يخممش، لازمك تسلم. هذه هي الفكره تاعنا، نقول قبل الاسلام الاسلام هو السلام. من يكون شكون؟ مصدر كلمه اسلام ليس هي سلام وانما استسلام. اذا لازمك تستسلم. قال لك ربك ورب محمد ومحمد العن ويلعنهم اللاعنون، وقال لك اشتم وسب، تشتم وتسب، فهمت؟ وهذه امر لازمك تطبق دينك. عندك خيارين، يا اما تطبق اسلامك يا اما اخرج من الاسلام، ولا تبرع من هذا الفكر السباب اللعان. علماء بين قوسين، فهمت، كاتبين كتب، فهمت، تفنن في اسباب اللعن والسب للكافرين، فهمت، ويعتبروهم عند السب واللعن معناتها حمايه، حمايه، فهمت، صحيح، فهمت. فما حاجه زاد نحب نرشحها معناتها ننبه عليها، بعض المسلمين خاصه المسلمين اللي في مستوى منحط، هو ما يسمى بالقذف، بالقذف والكلام الفاحش. الاسلام في هذه واضح، فهمت، يعني يعتبر القذف، فهمت، رغم اللي اكثر المسلمين تلقاهم يقذفوا. توا واحد على في الفيديو الاخرى يعمل لي تفوه على ام امك، تفوه على ام امي. اول حاجه شوف معناتها هدايا معناتها الشخص، نقول له راك انت قاعد تخالف في اسلامك، تخالف فيه معناتها مخالفه واضحه. علاش؟ هو يقول لك الاسلام ما تسبش المسلم، وانت تسب في ام امي اللي هي مسلمه. مو على الاقل خدم مخك شوي وقول لي تفوه عليك، ما تقوليش تفوه على ام امك ولا تفوه على امك، على خاطرك انت هنا تبزق على وحده مسلمه. اذا انت هنا تعتبر تسب في مسلمه، هذه حاجه. والاسلام مثلا القذف ما يسمى بالقذف كذا والكلام الفاحش يمنع، فهمت، رغم اللي معناتها فما شكون معناتها ياسر معناتها عباد ما يعرفوا مثلا، كيما مثلا بعض العلماء، فهمت، يقول لك يجوز سب الكافر الا المعاهد، يعني المعاهد اللي معناتها اللي يدفعوا الذمه والجزيه وهم صغيرين، تاع رجع كلمه صغيرين هي سب، تصغر فيهم، فهمت. انهاء الاسلام على اذيتهم او القذف فيهم او كذا، فهمت، بينما اللي هو كافر، فهمت، وما هوش معناتها يقول لك معناتها لا حرمه في سبه، بل يجب سبه ولعنه، سبه ولعنه واجب. هذه معناتها حاجة واضحة في الإسلام، معناتها أنتم أرجعوا أقرأوا راهو في الدين الإسلام، تمشيوا تلقاو علماء وكتب معناتها هذه كما قلت لكم عمري ما شفتها في أي حضارة. تصور حضارة الصين ولا عالم من علماء الصين من تعدينهم الشنتوكي ولا الهندوكية ولا غيرها ولا غيرها يجي يكتب كتب في السب واللعن، يعني باش يوريك المستوى المنحط، فهمت، المنحط نتاع المسلمين بصفة عامة. أنا بديت في الحقيقة معناتها نظن معناتها هذه الوضع المسألة واضحة، معناتها زيدوا اسم من أسماء الله الحسنى اللعان السباب، ومن صفات محمد اللعن والسب، وترجعوا الأحاديث. أنا ما حبيش نحكي في الأحاديث هوني، أما مئات الأحاديث، مئات الأحاديث باش يوريك معناتها المستوى. يقول لك مثلا اللي يتكلم في الجمعة معناتها عمل الحس في خطبة الجمعة كالحمار، كالحمار، فهمت، ويجي يقول لك معناتها في ياسر أحاديث يوصف أشخاص بالحمير والكلاب، يعني نفس الشيء. ما يا أخي شكون جاب القرآن؟ ما القرآن هو هو القرآن، يعني يستخدم نفس الأسلوب، فهمت. برا شوف الأحاديث اللي فيهم السب، السب لليهود، السب للنصارى،
السب للكافرين بصفة عامة، وغير هذه معناتها الأنواع متاع السب اللي ما تصورهاش بالك. إذا أيها المسلم، طبق دينك، طبق دينك واعرف دينك مليح، فهمت؟ وما تحاولش توجد له تبريرات، هذا القرآن وهذه محمد رسولكم وهذم الصحابة المفضلين وكذا، وهذا من العلماء نتاعكم يقولوا لكم ان السب والشتم واللعن للي هو غير مسلم واجب وسنة بأمر، فهمت؟ تيجي ما تقول معناتها في دعائكم كل شيء، شنو يعمل العلماء؟ شوف شوف، حط معناتها امشي يسمع في الحج ولا غيرها، فهمت؟ اللهم يتم اولادهم، يعني هذا مش سب برك، سب ولعن ومعناتها والتمني بالشر، فهمت؟ التمني بالشر معناتها معناتها واقصن ظهرهم واهلكهم، وفهمت؟ معناتها ورم نسائهم وافنيهم عددا واقتلهم قتلا واذبحهم ذبحه، يعني هذا هو الاسلام. كل ما هو غير مسلم يجب ان يفنى من الوجود وان يحارب وان يلعن وان يسب وان يهتك عرضه وان تغتصب ارضه وان تغتصب نساؤه وان تستباح دماؤه، هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام الحق، هذا هو الارهاب الفكري. يا مسلم، يا مسلم اللي عندك جرام من المخ، جرام، احشم احشم كما قال القصيمي، فهمت؟ عبد الله القصيمي اللي هو عالم دين سعودي وهابي كتب كتب يدافع عن الاسلام، فهمت؟ كتب كتب كاملة وهو يدافع عن الاسلام وعن المذهب الوهابي، فهمت؟ يعني ينجموا معناتها ابحثوا، عبد الله القصيمي معروف معناتها مش حاجة، فهمت؟ قل خجلت خجلت من ديني، فهمت؟ يعني خجل وقتها مشى للغار، اعرفوا حديث الغار، القول اللي قالوا على الغار، فهمت؟ يعني حاجه تحشم، وتقول ذهبت الى الغار، غار حراء، غار محمد والهه وملائكته، الى الغار العابس اليابس البائس، ذهبت استجابه للاوامر، دخلت الى الغار، دخلت صدمت ذهلت فجعت خجلت، خجلت من نفسي وقومي وديني وتاريخي وإلهي ونبيي ومن قراءاتي ومحفوظاتي. شوف إنسان عبد الله القصيمي كيفاش شاف الحقيقة واضحة قدامه، هذا إله يلعن ومحمد يلعن، هذا اللي تخبى في الغار، هذا الغار، الغار هذا اللي يمثل معناتها يمثل الوحي، هذا هو الغار، غار حراء، هو الذي لجأ إليه واختبأ فيه إله كل التاريخ، هذا هو الغار. بعد يواصل، ذهبت إليه إلى الغار، غار القرآن المغلق والهادم لكل غار قبله ولكل غار بعده، في الحقيقة راه مخ المسلم كل غار، لأنه يجب أن يكون هو كل غار وآخر غار والغار الغيور من كل غار. ذهبت إلى الغار، شوف هنا تو شنو باش يوريك، يعني لخصها حقيقة عبد الله القصيمي، لخص الإسلام، فهمت؟ في هذا معناتها القول الأخير، ذهبت إلى الغار الذي ولد ولد وورث وعلم ولقن وألف وحرض وخلد أقصى أقوى أغبى وأجهل وأدوم إلهيات ونبوات وديانات
ووقاحات ووحشيات. هاو شنو يعلمك الإسلام؟ الإسلام هذا هو اللي يعلمك. لخصها القصيني في هذا البيت من الشعر أو في هذا النثر، معناتها لخص كل شيء، لخص كل شيء شنو الإسلام. إذا نختم هذه الفيديو ونقول للمسلم خدم مخك شوية وشوف روحك، هل يشرفك إله محمد وهل يشرفك هذا الإسلام؟ طبقه كما هو، كان يشرفكش فهمت أخرج منه. ونقول كل المسلمين يخرجون من دين الله أفواجا، لأن هذا الدين لا يستحق لا إله لا رسول لا صحابته لا علماء أي شيء، لأن مستواهم أوضع من الوضيع. وبالحقيقة والدليل، إذا أعرفوا دين ربكم مليح وفهموه، يا أما طبقوه يا أما أخرجوا منه وكونوا بشر وشاركوا البشرية في الحضارة متاعها والتطور متاعها، وكونوا أشخاص إيجابيين لا سلبيين، تتبعوا في واحد قرصان مجرم عنده 1400 سنة عبالكم بخاخكم بأفكار فارغة ما عندها حتى مستوى. أرجو أني كنت واضح في المسألة هذه، وطبعا نواصل مع الفيديوهات القادمة باش تعرفوا حقيقة هذا الإسلام. وبالسلامة ومع فيديو قادم.